ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن إصدار ميليشيا الحوثي حكما بإعدام 35 برلمانيا. قضت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء بالإعدام تعزيرا في حق 35 برلمانيا بتهمة التعاون مع السعودية ودول التحالف. وقال عبد الباسط غازي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين أن حكم المحكمة رفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى. وأضاف غازي أن الحكم قضى بإدانة كافة المتهمين 35 بالتعاون مع دول العدوان وحلفائها، كما قضى الحكم بمصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقودة داخل اليمن وخارجه. واستخدمت ميليشيا الحوثي المحاكم الخاضعة لسيطرتها في إصدار أحكام ضد معارضيها تسمح لهم بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم بتهم التعاون مع دول التحالف. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مشروعية أحكام الإعدام الصادرة من قبل الميليشيا، وما موقف المنظمات الدولية من أحكام الإعدام التي تصدرها الميليشيا. ولكن مشاهدنا، قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة، نذهب لمتابعة التقرير التالي. لم تتوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق معارضيها عند الاعتقال والإخفاء والتعذيب، بل امتدت إلى تجيير القضاء لإصدار أحكام إعدام بحقهم. الحدث الأحدث هو ما أصدرته محكمة تابعة للميليشيا قضى بالإعدام ومصادرة الممتلكات بحق 35 برلمانيا بتهمة التعاون مع السعودية التي تقود التحالف. أحكام الإعدام جاءت بعد أشهر من إصدار المحكمة ذاتها حكما بالحجز التحفظي على أموال البرلمانيين واعتبارهم وفق الحكم الذي أصدرته المحكمة فارين من العدالة. مصادر حقوقية قالت إن المحكمة الجزائية التابعة للميليشيا رفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع بحجة عدم اختصاصها بنظر الدعوى مكانيا، أي أن المحكمة لا يحق لها النظر في القضية كون المكان غير مختص بها. ورغم أن القضاء كان قد ترك مساحة لمحامي الدفاع، إذ قضت المحكمة بتأجيل جلسة النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى حتى تستوفي هيئة الدفاع كافة ما لديها، غير أن القاضي ما لبث أن عاد بعدها بساعتين للنطق بالحكم في تأكيد على أن القضاء أصبح أداة تنكيل للحوثيين. كانت الميليشيا قد بدأت إجراءاتها بمحاكمة البرلمانيين بعد أول جلسة عقدها مجلس النواب في مدينة سيئون بدعوة من الحكومة الشرعية والتحالف، الأمر الذي سحب البساط من البرلمان الخاضع للحوثيين. وفيما لا يزال مئات المحتجزين في سجون الميليشيا معرضين لأحكام مماثلة، اتهمت منظمات حقوقية دولية الميليشيا بارتكاب انتهاكات خطيرة بحقهم، مؤكدة أن أحكام الأعدام التي يصدرها الحوثيون تأسست باعترافات انتزعت تحت التعذيب. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وينضم إلينا من فيينا رئيس مؤسسة سام للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي. مرحبا بك أستاذ توفيق. بداية، كيف تقيم أو تنظر إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها الميليشيا اليوم؟ مدى قانونية هذه الأحكام ومشروعيتها؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدك الكريمة. في حقيقة الأمر نحن لم نتفاجأ بالأحكام التي أصدرتها جماعة الحوثي اليوم بإعدام 35 برلمانيا يمنيا، حيث أن جماعة الحوثي منذ البداية، منذ الساعات الأولى للسيطرة على العاصمة صنعاء، سعت جاهدة إلى استخدام القضاء كأحد أدواتها في معركتها ضد الخصوم. هنالك دراسات أوروبية معتمدة أو غربية معتمدة، وعلى وجه الخصوص من كندا، تحدثت عن أوضاع القضاء في اليمن، وتحدثت على أن الحوثي منذ البداية سعى إلى إعادة هيكلة القضاء من خلال فرض ما يسمى باللجان الثورية في داخل المؤسسات القضائية، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بنسبة 4 من الأسر الهاشمية و4 من الأسر أو من الأفراد الموالين لجماعة الحوثي، كما تحدثت عن إعادة تشكيل المحكمة العليا باستثناء رئيس المحكمة عصام السماوي، وتحدثت عن تعيين وزير العدل
ورئيس مجلس القضاء ومسؤول التفتيش القضائي ليكون من الأسر الهاشمية، بمعنى أن الحوثي أحكم قبضته بصورة واضحة وجلية منذ اللحظة الأولى، بل أن أحد المحكوم عليهم بالإعدام سابقا يتحدث لمنظمة سام ويقول بأن القاضي عندما أصدر عليه حكم الإعدام قال له بالحرف الواحد: أنتم تعملون على تعليب الرأي العام ونحن سوف نقف سدا منيعا. بمعنى اليوم أن القضاء يرون أن أنفسهم أحد بنود المعركة المصيرية بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية. هنالك محاكم لا تستمر أكثر من 12 دقيقة، هنالك ولا تتم داخل حتى المحاكم الأماكن الطبيعية للمحاكم، بعضها تعقد في سجون الأمن السياسي. نعم سيد توفيق، وبالتالي كل هذه الأحكام، كل هذه المقدمات تؤكد لنا على أن جماعة الحوثي كانت ماضية في إصدار مثل هذه الأحكام. نعم سيد توفيق، كما تفضلت أنت، هي ليست المرة الأولى التي تقوم بها الميليشيا بإصدار هكذا أحكام في حق مسؤولين برلمانيين ونشطاء وحقوقيين يمنيين، وفي المقابل الحكومة الشرعية أما تصمت أو تكتفي بالتصريح أنها ستقوم برفع الملفات دوليا، ونسمع جعجعة ولا نرى طحينا. لماذا لا تفعل أيضا الحكومة الشرعية البرلمان الشرعي؟ لماذا لا تقوم البرلمانيون، لماذا لا يقومون الدفاع عن زملائهم؟ أيضا لماذا هو البرلمان أداة معطلة بيد الشرعية؟ جماعة الحوثي كما تفضلت ليست هي الأحكام الأولى. اليوم نحن بحسب الإحصائيات تقريبا أصدرت ما يقارب من 120 حكما. نحن ربما نحتاج إلى صدمات شديدة لنفيق ثم نعود إلى النوم. أفقنا عندما أصدرت حكمها ب30 من الأكاديميين المعارضين السياسيين في القضية المشهورة بقائمة 36 ثم عدنا إلى النوم. اليوم نحن عندما نريد أن نتحدث عن رئاسة مجلس الوزراء أو نتحدث عن مجلس النواب أو نتحدث عن الحكومة بشكل عام، نحن اليوم الحكومة هي جزء متكامل، وبالتالي هنالك خلل واضح. هذا الخلل يعرفه اليمنيون جميعا أنه متمثل في رأس النظام. اليوم رأس النظام مغيب تماما عن الحياة العامة، مغيب تماما عن مسؤوليته الدستورية والقانونية والأخلاقية، والحديث معروف أن رئيس الجمهورية ربما مختطف أو ممنوع من الحديث أو حتى ممنوع من اتخاذ قرارات معينة. رئاسة الوزراء في عدن محمية تحت أو تحت كانت قبل أن يغادر رئيس الوزراء تحت حراب المجلس الانتقالي المنقلب على الحكومة الشرعية، وبالتالي لا يوجد حتى لمجلس النواب اليوم مقر يجتمع فيه. اليوم اليمن أو معسكر الشرعية بحاجة إلى ثورة حقيقية، إما أن يتركوا أو يغادروا هذه الفنادق ويستعيدوا القرار اليمني ويعودوا إلى التراب اليمني ولو تحت خيمة. اليوم عملية استعادة الدولة تحتاج إلى كفاح حقيقي، تحتاج إلى عملية إصلاح شاملة، تحتاج إلى إعادة هيكلة. اليوم يجب أن يعاد ترتيب رأس النظام بما فيها الجانب العسكري والجانب الإداري. اليوم مجلس النواب غير موجود، وجد يعني اليوم أطول مجلس نواب في تاريخ البشرية هو مجلس النواب اليمني، واليوم أصبح متنازع، اجتمعت في سيحوت لكي في سيئون عفوا ليعيد ترتيب رئاسة المجلس، ثم غاب وذهب كل إلى حال قبيله، تفرقوا في أصقاع الأرض كما تفرق اليمنيون بعد الانقلاب. يبدو أن هنالك عملية ضمور في مفهوم الوطنية وفي مفهوم الكفاح لدى الحكومة الشرعية. اليوم نحن بحاجة إلى إعادة تشديد هذه الحكومة وإذا كان لديهم أدنى ذرة من وطنية سواء قيادة الأحزاب أو الحكومة الشرعية عليها أن تغادر هذا المربع وأن تعمل عملية إحلال حقيقي لشباب قادرين على التفكير. اليوم نتحدث عن رئيس الجمهورية ونتحدث عن مسؤولين ربما حتى غير قادرين أن يفكروا بطعامهم على المستوى الصحي وليس فقط على المستوى الذهني. نعم وضحت الفكرة وسأعود إليك، ولكن اسمح لي الآن لأن أشرك معنا بالحديث عضو مجلس النواب الأستاذ جعبل طعيمان، وهو أحد 35 البرلماني الذي شملهم الحكم
حكم اليوم. مرحبا بك سيد جعبل، كيف تلقيتم أنتم الخبر الحكم اليوم وأنتم من ضمن 35؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المسألة نحن متوقعين أكثر من هذا، والذي سطوا على انقلاب سلطة الدولة وحكموا على الشعب اليمني بأكمله لا يمكن أن يضيرهم أن يصدروا حكم على 35 أو على 100 أو على 200 أو على 1000. قد سارت الأحكام على الشعب اليمني بأكمله، فالمسألة الأحكام غير دستورية وغير قانونية من ناحية الدستورية القانونية. أولا أعضاء مجلس النواب يتمتعوا بالحصانة البرلمانية، والحصانة البرلمانية معروفة أسباب رفع الحصانة على عضو البرلمان. ثانيا الدستور يعني المحاكم غير قانونية الذي أصدرت الحكم، ومنزوعة الصلاحيات، وصادرة عن جهة غير مخول لها أن تصدر يعني هذه الأحكام. المسألة مسألة طبيعية بالنسبة لنا، ولم نتأثر بشيء أبدا، لأنه هذا كان متوقع أن يصدر ضدنا وضد غيرنا من الناس الذي يريد يحافظوا على الشرعية ويقوموا على الحق. نعم نعم سيد جعبل، هنالك من يقول أننا توصلنا إلى وضع المعادلة فيه معكوسة. أنتم في الشرعية تملكون الشرعية وتملكون شرعية البرلمان، لماذا هذه الشرعية معطلة بينما الحوثيون الذين لا يملكون هذه الشرعية يستغلون القضاء والبرلمان لإضفاء القانونية على تصرفاتهم؟ لماذا البرلمان معطل؟ لماذا لم تقوموا بعقد جلسة إلا كما يقول البعض للدفاع عن الشرعية، للدفاع عن السعودية والإمارات، بينما لم تقوموا بمثل هكذا جلسات للدفاع عن زملائكم، للدفاع عنكم، عن حقوقكم؟ لا يرى البرلمان يقوم بواجبه، ومتعمد أن يكون هكذا، ويكون أعضاء المجلس في الشتات أيضا، ولا يراد لها أن يقوم بمهامها الدستورية اللي مؤكلة إليه والذي أقرها الدستور. البرلمان لا زال هو شرعي بموجب المادة 65 الدستور، لكن لا يراد لها أن يباشر أعماله، ولا يراد لها أن يقوم بأي عمل من أجل اليمن. نحن لا ليس لدى أعضاء مجلس النواب مانع أن يلتقوا في أي مكان في اليمن، لكن العرقلة موجودة في البرلمان مثل ما هي حاصلة في يعني على مستوى اليمن بشكل عام. ما هي هذه العراقيل سيد جعبل؟ من الذي لا يريد للمجلس النواب للبرلمان أن لا يعقد؟ والله ما المسألة تعود الرئيس الجمهورية، هو الذي لم يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد، فهو هو لا يعلم من السبب في ذلك. احنا لدينا جمهورية منتخب، والمواد الدستورية يعني تعطيه الحق في دعوة البرلمان إلى أي مكان أن يعقد، ولكنها لم يدعو إلى حد الآن. حصلت دعوة في شيئون فقط لمدة 3 أيام، وبعد ذلك لم يدعو السيد الرئيس إلى أي عقد جلسة أخرى. نعم، هل ما زال هنالك وقت وأيضا إمكانية لتحرك البرلمان وعقد جلسات؟ في امكانيه للمصالحه، كعقد جلسات، امكانيه لخروج الحكومه، في امكانيه لخروج الرئيس، لكن ما ندري ما هو الاسباب التي لم هذا الكلام، ما ندري ما هي الاسباب التي تعرقل ذلك. نعم، اذا سيد جعبل لا زال متسع في الوقت. نعم، إذن سيد جعبل تكرم بالبقاء معي لأعود للحقوقي الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، لعلك سمعت لحديث سيد جعبل الذي يتحدث عن أنه لا يراد للبرلمان أن يعقد، أو هنالك يعني قصد بتعطيل هذه الأداة بيد الشرعية. من المسؤول؟ من يقف وراء ذلك برأيك؟ طبعا الأطراف التي تقف أمام عرقلة انعقاد مجلس النواب واضحة، هي دولة الإمارات على وجه الخصوص. لكن أنا أريد أن أؤكد على وجه الدقة اليوم أننا نعيش اليوم ظرف استثنائي.
بمعنى اليوم إذا كان رئيس الجمهورية لم يدعو إلى انعقاد مجلس النواب وفقا للقانون أو النظام الداخلي لمجلس النواب، أيضا يجب على أيضا مجلس النواب أن يتحرك. اليوم هم مسؤولين أمام الله بالدرجة الأولى ومسؤولين أمام الشعب، بمعنى أنهم يصمتون طوال هذه الفترة وينتظروا رئيس الجمهورية ليدعو مجلس النواب، وهم مدركين تماما أن رئيس الجمهورية لن يدعو مجلس النواب لأسباب متعلقة بالدول الإقليمية. أيضا هم مساهمين في الحالة التي وصلنا إليها. على مجلس النواب إما أن يقوم بوظيفته الدستورية وإما أن يخرج يصارح هذا الشعب، هو في النهاية يمثل هذا الشعب ومنتخب من هذا الشعب، واليوم الانقلاب الذي حدث على هذا الشعب. اليوم الذين يقتلون هم أبناء الشعب، والذين يهجرون قسريا وتفجر منازلهم هم أبناء الشعب، والذين أيضا مشتتين في أيضا تمزقوا وتفرقوا في شتات الأرض هم من أبناء هذا الشعب الذي يمثلهم مجلس النواب. اليوم أنا أعتقد اليوم على مجلس النواب أن ينتصر لنفسه إذا لم ينتصر للشعب، ويجب أن النواب الأحرار أن يخرجون بكل وضوح. لماذا لا ينعقد مجلس النواب؟ العملية اليوم ليست ننتظر رئيس الجمهورية، ما دام انعقد في مأرب في سيئون ليكن هنالك انعقاد يدعى إليه النواب أنفسهم لانعقاد لجلسة طارئة لمناقشة التداعيات التي تعيشها البلد. اليوم أصبحنا للأسف الشديد دولة بدون قرار سيادي، دولة لا تمتلك قرارها. اليوم على مجلس النواب كل هذه المبررات جانبا. اليوم الحوثي يصدر الأحكام بصورة استثنائية وغير قانونية، لديه مجلس نواب يدير الشأن العام في صنعاء، وهو كلنا يعلم أنه مجلس نواب غير قانوني وغير شرعي، ونحن نمتلك الشرعية ونمتلك القانون ونمتلك الدستور ونمتلك الشرعية الدولية ونمتلك الاعتراف الدولي، ومع ذلك نحن للأسف الشديد متقاعدون. كل المبررات التي تساق غير مقبولة. إما أن يقوم اليوم مجلس النواب والحكومة الشرعية ورئيس الجمهورية بدورهم الدستوري والقانوني والأخلاقي كاملا، وإلا يعلنوا انسحابهم من الحياة السياسية وتركها لمجلس عسكري وإدارة مدنية من الشباب من الصف الثاني ليدير معركته مع الانقلاب. أما أن يتحولوا إلى أداة عجز وإلى أداة عرقلة فهم سيتحملون المسؤولية الدستورية والأخلاقية أمام هذا الشعب، وسيحاسبون اليوم أو غدا. 5 سنوات ماذا قدم مجلس النواب في حيال هذه الأزمة؟ ماذا قدم مجلس الوزراء حيال هذه الأزمة سوى الجلوس والبقاء والرضا بما هم عليه؟ اليوم العملية لا تحتاج التأجيل ولا تحتاج التبرير ولا تحتاج التسويف. نحن أمام ظرف استثنائي بحاجة إلى قرارات استثنائية وإلى تحركات استثنائية، ما لم لتكن هنالك مسؤولية ويسلم البلد إلى مجلس عسكري نظيف وشريف لم يتلطخ بالفساد ليدير ما أو ليحافظ على ما تبقى من أراضي البلاد وليقوم بعملية التحرير الحقيقية. نعم، إذن سيد جعبل لعلك استمعت لحديث السيد توفيق والذي قال نحن بظرف استثنائي ونحتاج إلى تحركات استثنائية وقرارات استثنائية، ما الذي أنتم بصدد فعله في الأيام القادمة وخاصة بخصوص الحكم الذي صدر في حقكم؟ حقيقة كلامه لا بأس، يعني نحن بحاجة التحرك، لكن المادة الدستورية إذا عقد المجلس خارج العاصمة لابد من دعوة الرئيس الجمهورية يحدد المكان الذي يتم العقد فيه انعقاد المجلس فيه. الرئيس لم يصدر أي انعقاد المجلس أبدا إلى اللحظة. احنا نطالب بهذا الكلام، نطالب أن يصدر رئيس الجمهورية يعني قرار بنقل أعمال المجلس إلى أي مكان من في الجمهورية اليمنية. احنا بحاجة إلى هذا الكلام. هذه مادة دستورية لابد كل جلسة تكون شرعية وتكون يعني لها صداها. أما أني ادعوا مثلا مجموعة من الأعضاء والبقية مشتتين في أنحاء العالم، يعلم الله بالنصاب أو لم يأتي النصاب، لابد من دعوة من رئيس الجمهورية لعقد مجلس جلسة المجلس النواب. هذا الذي نريده احنا الآن، نطالب مثل ما طالبوا بهذا الكلام أو البديل الذي قال الأخ. نعم، إذن عضو مجلس النواب جعبل طعيمان كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن سيد توفيق، لا يستطيع البرلمان أن يعقد جلسة خارج العاصمة بدون دعوة من رئيس الجمهورية، إضافة إلى أنه لا يوجد مكان آمن لإنعقاد الجلسة لإنعقاد البرلمان. أنت تعلم ما الذي حدث عندما انعقد في حضرموت.
أعضاء مجلس النواب الأحرار ليخرجوا للإعلام ليصارحوا هذا الشعب، ليحلوا أنفسهم على الأقل، ليعلن حل نفسه مجلس النواب لعدم صلاحيته للقيام بواجبه الدستورية. لماذا يبقى مجلس النواب إذا لم يقم بواجبه؟ هم متأكدون، أعضاء مجلس النواب متأكدون تماما أن رئيس الجمهورية لن يستطيع أن يدعيهم إلا وفق أجندة متفق عليها مع المملكة العربية السعودية. إذا كان مجلس النواب إلى اليوم لم يقرر جماعة الحوثي لم يصدر قرار أو تشريع لتجريم جماعة الحوثي، ماذا ننتظر من مجلس النواب؟ ماذا ننتظر من رئاسة الجمهورية؟ هل ننتظر اليوم تسليم البلد نهائيا لجماعة الحوثي وتنتهي هذه السلطة وفق سياسة الأمر الواقع ثم بعد ذلك نقول خلاص اليوم الحوثي هو الذي سيطر على الأرض؟ الأمر اليوم لا يدار بهذا الشكل. نحن في ظرف استثنائي ويجب أن تحكمها قواعد استثنائية. التذرع بالمواد الدستورية وبالنصوص الدستورية هذه تكون في الظروف الطبيعية. اليوم الدستور أشبه ما يكون معقل وتم تجاوزه في كثير من الأحياء من قبل الرئاسة ومن قبل رئاسة الوزراء بحكم الظرف الاستثنائي. لماذا اليوم نقف هنا؟ اليوم لا حل لليمنيين إلا بقيادة سياسية عسكرية جديدة لإدارة المرحلة. هذا لا. أمر مفروغ من الحديث غير ذلك، معنى ذلك تسليم ما تبقى من البلد لجماعة الحوثي. نعم، إذا السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة أو مؤسسة سام للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من القاهرة وليد الأبارة مدير عام البحوث بوزارة حقوق الإنسان. مرحبا بك سيد وليد. بالنظر إلى رد الفعل العالمي أو الأمم المتحدة ومنظماته الحقوقية تجاه هذه الأحكام التي تتكرر بين الحين والآخر من قبل ميليشيا الحوثي واستمرار تعاطيهم مع الميليشيا وكأنها لا تقوم بكل هذه الانتهاكات والجرائم، كيف يمكن لنا فهم ذلك؟ مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين. فيما يتعلق بظاهرة إصدار الأحكام الجنائية والقضائية التابعة من محاكم الحوثيين على سواء على معارضين سياسيين أو كما حدث مؤخرا على البرلمانيين أو كما حدث قبل ذلك على مجموعة من الصحفيين المختطفين في سجونهم، كل هذه الأحكام لا أساس قانوني لها من الناحية القانونية. فيما يتعلق أو من الناحية الإجرائية أيضا، الحوثيون كما يعلم الجميع جماعة إرهابية لا تحترم القوانين ولا تحترم الدستور، وهي جماعة متمردة اجتياحية طائفية أصولية قامت باجتياح مؤسسات الدولة وفرض أمر واقع بقوة العنف والإرهاب والملشنة. هذا فيما يتعلق بالشق الأول على سؤالك. الشق الثاني وهو الموقف الدولي من الحوثيين. صحيح أن الأمم المتحدة منذ العام 2014 وحتى هذه اللحظة لم تقم بأي إجراءات ضاغطة لمنع أو للتصدي لجماعة الحوثيين على الأقل إثناءها عن الاستمرار بالانتهاكات ضد المدنيين العزل أو ضد المؤسسات المدنية وضد العاملين في المجال السياسي أو الإنساني أو الصحفي أو الحقوقي أو أيضا بحق الآخرين المختلفين سواء من الناحية العقائدية أو السياسية أو الاجتماعية أيضا. نعم. الحوثيين للأسف الشديد لديهم مساحة كثيرة، لديهم مساحة واسعة يتحركون فيها في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ضدهم، بالإضافة إلى بعض الإشكاليات التي تحدث هنا وهناك. على سبيل المثال، كان الحوثيون يجلسون على طاولة الحوار الوطني مع بقية الأطراف السياسية بينما كانوا يقدمون المديريات واحدة تلو الأخرى ولم يتم اتخاذ موقف سياسي لتعبئة الجماهير. الآن نشاهد نفس الأساليب ونفس الأدوار. الحوثيون كانوا يجتمعون بمجموعة من الأطراف سواء كانوا داخل الشرعية أو مجموعة من القيادات السياسية والاجتماعية داخل اليمن، يجلسون على طاولة واحدة مع الحوثيين في عمان عاصمة الأردن، بينما كان الحوثيين يجتاحون نهم وأيضا مفرق الجو وأيضا محافظة الجو، بمعنى على أنه إذا لم يتم اتخاذ موقف سياسي حاسم للحوثيين
بوقف التعامل معهم كجماعة إرهابية، على الأقل يتم الاعتداء بجموع بحكومة بالعراقيين. العراقيين رفضوا بشكل قاطع وحاسم التعاطي مع جماعة داعش حينما كانت تسيطر على العراق تحت أي ظرف من الظروف. هذا ما يجب الآن أن يتم من خلال كل القوى، سواء كان التحالف أو الشرعية وكذلك المجتمع الدولي. هذا أقل ما يمكن فعله. يجب توقف الاتصال المباشر والجلوس على طاولة الحوار مع جماعة إرهابية، هذه الجماعة التي لا تلتزم اتفاقياتها ولا تلتزم بالعهود التي تقطعها ولا تلتزم بأي حوار أو لم تلتزم بأي حوار منذ العام 2004 حتى هذه اللحظة. نعم سيد وليد، أنتم في وزارة حقوق الإنسان، تجريمها وأن يتم أيضا توصيفها بأنها جماعة إرهابية والضغط في المحافل الدولية. نعم سيد وليد، ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة حيال هذا الأمر ممثلة بوزارة حقوق الإنسان؟ نحن بشكل أو بآخر سوف نقوم برفع، سبق وأن أرسلنا مذكرة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الممتلكات العامة للمواطنين أو لمجموعة من البرلمانيين الذي قامت الميليشيات بأيضا السطو عليها، وهي تحاول إيجاد مخرج قانوني احتيالي من أجل السيطرة عليها ومصادرتها والاستفادة منها من قادة الميليشيات بالتحديد الذين يرغبون بالحصول على عقارات في العاصمة صنعاء وبقية المحافظة. هذا الإجراء الاحتياطي هو محاولة لحفظ حقوق المواطنين بشكل قانوني، بالإضافة إلى أن الحوثيين أيضا هناك مواجهات عسكرية، ونحن نعول في الشق الرئيسي على سواء الحسم العسكري أو أيضا في المستقبل أن يقوم القضاء الوطني بمواجهة واستعادة هذه ما تم نهبها من قبل الحوثيين وإعادتها للمواطنين الأساسيين أو الملاك الأساسيين. الحوثيين الآن جماعة متمردة خارج عن القانون، وهي تمارس أحكام جائرة وتمارس ممارسات سلوكية فجة وعنيفة تجاه المواطنين، ويصعب السيطرة عليها في ظل أنها ما تزال تمسك السلاح وهي جماعة متمردة. في الوقت الحالي يفترض على أن المجتمع الدولي هو الذي يقوم بواجباته، خصوصا الأمم المتحدة بموجب القانون وبموجب القانون الدولي، حماية حقوق الإنسان، حماية المجتمعات من التعسف والإرهاب. هذه مسألة الحماية مسألة تتعلق بالأمم المتحدة بحكم الواقع الداخلي، إذ أن هذه الميليشيات ما تزال ميليشيات متمردة ولا تزال تسيطر على بعض المحافظات ولديها القدرة على استخدام العنف الممنهج، وبالتالي شكرا سيد وليد وصلت الفكرة. من الأحياء تقييد حركاتها الآن أو على الأقل إثنائها عن الممارسة مثل هذه الانتهاكات. نعم، إذن وليد الأبارة مدير عام البحوث بوزارة حقوق الإنسان كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض عضو مجلس النواب جعبل طعيمان، وكان معي من فيينا رئيس مؤسسة سام للحقوق والحرية توفيق الحميدي، وكان معي من القاهرة وليد الأبارة مدير عام البحوث بوزارة حقوق الإنسان. أشكركم مشاهدينا على المتابعة، والشكر هو موصول لزميلي معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة. نلقاكم على خير في أمان الله.